السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناه شواد فاطمه. اليوم غادي نوجدوا واحد الطويجين بعد ما غادي تسيوه غادي يولي معتمد عندكم. نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 400 غرام ديال الكفته، وعندي القزبر والكركم والكمون والزنجبيل والبزار الاسود والزيت والملح والطماطم المجهزه وزيت الزيتون. وعندي هنايا 4 ديال الطماطم مقطعه على هذا الشكل بالقشور ديالها، ما حيدتلهاش القشور. وعندي هنايا البصل، 3 ديال البصلات متوسطه الحجم، حتى قطعتهم بهذا الشكل. فغادي نبدي نحط القزبر على الكفته، وغادي نحط الخرقوم او الكركم، الكمون والزنجبيل والبزار الاسود والملح حسب الرغبه، وغادي نخلط وغادي نعمل بهم كرات على هذا الشكل، هذا كرات كبيره بهذا الشكل. انا هنا قسمتهم على 7 ديال الكرات. فهنا حطيت البصل في الطاجين ديالي وهو على نار، غادي نحط عليه الزيت كيف ما كنعرفوا الطاجين يطيب على نار هادئه. وغادي نحط زيت زيتون، وغادي نزيد الملحه، وغادي نخلط ونخلي البصله حتى تطيح. هنايا نسيت ما حطيت لكمش في المقادير 4 ديال البيضات. من بعد ما طاحت لي البصله على هذا الشكل، فغادي نحط عليها الطماطم وغادي نخلط وغادي نخليه حتى يدخل معاه الطياب شويه. وغادي نحط عليها الكركم والزنجبيل والبزار الاسود ونخلط شويه. ومن بعد ما حطيت الطماطم الجاهزه جهد كاس ديال العنبه، غادي نخلط وغادي نبدي نحط في كره الكفته او اللحم المفروم على هذا الشكل هذا. وغادي نسد عليه حتى ياخذ نص ديال الطياب. وانا مره كنسي نحركه بهذا الشكل هذا باش ما يلصقش الطاجين. من بعد ما الطاجين ديالي طاب نص طيبه، فانا هنايا غادي نبدي نحط فيه البيض على هذا الشكل. وغادي نحط عليه شويه ديال القزبر وشويه ديال الملحه، وغادي نسد عليه يكمل الطياب ديالو. النتيجه ديال الطاجين كانت على هذا الشكل هذا، وانا متاكده من بعد ما غادي تسيوه غادي يولي معتمد عندكم وغيتوليو دائما ديروه. فاللي كيشاهد الفيديو ديالي اول مره يدير ابوني ويدق على الجرس باش يبقى يوصلو كامل الجديد ديالي ويبارطاجي. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله.